طيب خليني أبدأ مع حضرتك دكتور عمرو، شايف إزاي المغالاة اللي بتحصل دلوقتي قبل الجواز؟ يجي العريس يتقدم، نتكلم شبكة، مهر، فيلا، شقة، فرح، فستان. احنا عندنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة ودائما ما بعد. مسألة المغالاة في المهور بلا شك إن دي أعباء كثيرة جدا جدا بتخلي الجواز يتحول من ان هو بوابه من ابواب السعاده الى الزواج العبء، بس في الحقيقه في مشكله لازم ندرسها. اذا كانت المغالاه في المهور دي ظاهره، فنسبه الظاهره العام الواحد ليس من شبه البحث الصحيح. فنسبه المغالاه في المهور الى ان الناس ما بقوش يراعوا بعض مش هو ده الصحيح في مساله، مش هو ده العامل الوحيد في مساله المغالاه في المهور. في عوامل تانية. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان أبرر، بقول كده عشان أفسر، عشان أنا بضع الحلول، أنا بضع أي مبادرة، أنا بضع أي شيء يبقى المبادرة على حجم الظاهرة. فمثلا على سبيل المثال، من الأسباب المهمة جدا في من العوامل المهمة جدا جدا في المغالاة في المهور فقدان الثقة. الناس بقوا يغالوا في المهور عشان الثقة بقت مفقودة ما بين الناس، فبيضطر إن هو يعمل إيه؟ يغالي في المهر على انه بيأمن بنته، مستقبل بنته. حاجه تانية، هو بيغالب في المهور في الحقيقه كمان عشان الحاله الاجتماعيه. في ناس في المستوى الاجتماعي هو ده الطريقه دي، اللايف ستايل زي ما بيقولوا بتاعهم، ان هو بيعمل كل الكلام دوت، فبيبقى الامر دوت بالنسبه للناس التانيين ان الارقام دي في المستوى الاجتماعي ده. يعني قصدي حضرتك اختلاف في المستويات الاجتماعيه. أنا عايز أقول إن الظاهرة محتاجة دراسة عميقة عشان نقدر نتعامل معاها، ما ينفعش بكلمتين وبس نتعامل مع ده. فمثلا على سبيل المثال، أنا لقيت مثلا في الظواهر اللي بتحصل قدامنا وإحنا بندرب على المقبلين على الزواج، وإحنا بالمناسبة بكرة البرنامج الـ 15 في دار الإفتاء المصرية للمقبلين على الزواج هتكون أول محاضرة وهيستمر لمدة شهر ونص. أنا بعمل إيه؟ إحنا عندنا محاضرة عندنا تدريب في البرنامج للاقتصاد المنزلي. إحنا في حاجة مهمة جدا بنشتغل عليها. يا جماعة الخير، إيه اللي يخلي واحدة في قرية من القرى تجيب 48 طقم أو 50 طقم؟ ده الكلام ده هيحصل لأجيال متقدمة. طب بتعمل كده ليه؟ لأن الناس عندهم إحساس بإن الفرص قليلة، وإن الجواز هو شوط واحد بس، فنجيب كل ده وندخره بحيث إن إحنا لو احتاجناه لمدة 10 سنين إحنا جبنا ده. قال ده محتاج تغيير في المفهوم، إن الجواز الناس بتتدرج فيه. الجواز مش حالة، مش مرحلة واحدة بس. الناس بتنضج في الزواج والناس بيزداد رزقها، ففي حاجات إحنا لازم نغيرها في ثقافتنا. المسألة مش بس إن الناس لازم تراعي ظروف بعض، كمان الناس لازم تغير وعيها، لازم تغير أفكارها. تغيير الأفكار ده هو اللي هنقدر نواجه بيه هذه الظاهرة، لأن تصور الناس عن الجواز، أنا أقول لحضرتك أهم، يعني لو حد سألني لما تيجي توزع منبئات الطلاق، الأسباب اللي توصلنا للطلاق، إيه أكبر منبئ من منبئات بيرفع نسب الطلاق في مسألة الزواج؟ أنا عندي عدم فهم الناس مفهوم الزواج بالشكل الصحيح. منها مثلا انا بتجوز الجواز اللي هو المرحله الواحده دي، طب المرحله دي لو فشلت اطلق بعد اول سنه جواز. لا، الجواز ممتد وبنحاول وننضج ونغير ونبدل ونتدرب ونغير مفاهيمنا، وعشان كده هي دي المساله.